المجيد، وبشكر ربنا اللي اداني الفرصه اللي كنت موجود معاكم النهارده في عيد الميلاد. عيد الميلاد اكشلي بيحتفل بيه كل العالم سواء مسيحي او غير مسيحي. اقصد ايه؟ لما انت تسال اي واحد تقول له احنا في سنه كام، يقول لك في سنه 2015. طب 2015 من ايه؟ اكشلي من ميلاد المسيح. يعني هو حتى لو غير مسيحي فهو بيقول ان احنا في السنه 2015 من ميلاد المسيح. فكل العالم بيحتفل بميلاد السيد المسيح، لان ميلاد السيد المسيح جه يفصل بين عهدين، فصل الزمن لزمن قبل المسيح وزمن قبل المسيح، او فصل الزمن لعهد قديم وعهد جديد. وفي الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده انا هستخدم كلمه العهد القديم والعهد الجديد، بس ارجو لما نستخدم كلمه العهد القديم والعهد الجديد انا ما بتكلمش على كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد. كلمه عهد يعني معاهده، فانا بتكلم عن المعاهده القديمه والمعاهده الجديده، لان ربنا عمل معاهدتين مع الشعب، في معاهدة قديمة وفي معاهدة جديدة. المعاهدتين دولت اتكلم عنهم بولس الرسول في عبرانيين إصحاح 8 من أول عدد 7. لو حد معاه الإنجيل يقرأ معانا، لأن أنا هرجع للجزء ده كتير النهاردة فنفهمه مع بعض. بيقول عبرانيين 8 من أول عدد 7، بيقول فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب. ذلك الأول يقصد العهد الأول أو المعاهدة الأولى. لو المعاهدة الأولى دي ما كانش فيها عيب لما طلب موضع لثان، ما كانش في احتياج أن يعمل عهد جديد أو معاهدة جديدة، لأنه يقول لهم لائما. بيقول لشعب بني إسرائيل اللي هو عمل معهم المعاهدة الأولى، هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. قال هتيجي أيام هعمل معاك عهد جديد. الأيام دي اللي هي ابتدت إمتى؟ بميلاد السيد المسيح. لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. قال العهد ده هيختلف عن العهد اللي أنا عملته مع أبائهم يوم ما خرجتهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي. العهد الأول اللي أنا عملته معهم هم لم يثبتوا فيه، وأنا أهملتهم يقول الرب. وبعدين ابتدى يتكلم على بنود العهد الجديد وبتختلف ازاي عن المعاهدة الأولى. قال لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب. أول حاجة أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. يبقى ده أول بند، إن الناموس ربنا يكتبه في الذهن وفي القلب. البند الثاني، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. البند الثاني محدش هيعلم الثاني ويقول له اعرف ربنا، لأن كلها بعرفت. لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. والبند الثالث أن أنا هغفر خطاياهم. فإذ قال جديدا، يبقى لو في عهد جديد عتق الأول. عتق الأول يعني الأول بقى عتيق، بقى قديم. وأما ما
ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يعني هينتهي المعاهدة الأولى وما يبقاش ليها احتياج فيه. الكلام ده بولس أخده من أرمين، يعني الآيات دي موجودة في أرمين. فهنا الجزء اللي احنا قريناه ده بيخلينا يثير كذا سؤال. أولا، إيه هي المعاهدة الأولى وإيه هي المعاهدة الثانية؟ السؤال الثاني، ليه المعاهدة الأولى فشلت؟ السؤال الثالث، إزاي ربنا يدينا معاهدة وهو عارف أنها تفشل؟ طب ليه ما ابتداش معانا بالمعاهدة الثانية على طول؟ ليه يدينا معاهدة أولى وتفشل؟ والسؤال الأخير، إيه الفروق ما بين المعاهدتين أو ما بين العهدين؟ إيه الفروق؟ فنبتدي السؤال الأولين، يا ترى إيه هي المعاهدة الأولى اللي ربنا قطعها مع الشعب؟ تفتكروا إيه هي؟ نعم؟ إن ربنا إداهم الوصايا، والهدف من إديهم الوصايا إنه إيه؟ نعم؟ يمشوا في طريقه، ولو مشوا في طريقه يبقوا هيخلص. مظبوط كده، إن فعلا رب دي علامة العهد الختام. الختام ده كان علامة العهد، لكن العهد إن ربنا قطع معهم عهد، قال أنا هديكم الوصايا دي، ولو عملتوا هذه الوصايا هتحيوا، افعل هذا فتحيوا. يبقى إذن كان هدف المعاهدة دي الخلاص، إن ربنا يخلص الناس. فاداهم المعاهدة دي، اداله مجموعة وصايا، وقال لهم اللي هيحفظ الوصايا دي وهيحفظ الشريعة دي هيخلص، واللي مش هيحفظها هيهلك. واداهم علامة العهد اللي هو الختان، ده كان علامة من علامات العهد. مظبوط كده. طيب، هل أي حد قدر يخلص بالعهد الأول؟ ولا واحد. يعني بولس الرسول قاعد يتكلم ان الناس حاولت تحفظ الوصية بس فشلوا، عشان كده قال في روميا ان الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كان بيحكم الناس قبل المسيح ناموسين. الناس اللي هم كانوا يعرفوا ربنا كان بيحكمهم ناموس موسى، والناس اللي ما كانش بيعرفوا ربنا كان بيحكمهم الناموس الطبيعي اللي هو الضمير اللي موجود في الإنسان. فبولس الرسول في روميا صح واحد اتكلم على إن الناموس الطبيعي فشل في إنه يخلص الإنسان، اللي هم الأمم اللي كانوا بيتبعوا الطبيعة الضمير بتاعهم، ولكن ده فشل تماما انه يخلص الانسان. اصحاح 2 في روميا اتكلم على طب الناس اللي عندهم الناموس بتاع موسى اليهود، برضو ما حدش قدر يحفظ الوصيه، لان من كسر وصيه واحده صار مجرما في الكل. فجه في اصحاح 3 من روميا قال النتيجه ان الجميع زاغ وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ولأن المعاهدة الأولى فشلت، فكان في احتياج للمعاهدة الثانية. طيب، إيه الفرق بين المعاهدة الأولى والمعاهدة الثانية؟ إيه المعاهدة الثانية اللي ربنا قطعها معانا؟ وإزاي المعاهدة الثانية دي تخلص الإنسان؟ إيه ده؟ مات على الصليب. من آمن واعتمد خلص. أعطانا بر. كل الإجابات صح، بس الإجابات دي ممكن نلخصها في كلمة واحدة. بدوني ما فيش خلاص. إيه تاني؟ نعم؟ بدون سفك دم. النعم. إكزاكتلي. كل اللي بتقوله ده يدخل تحت
كلمة واحدة اللي هي كلمة النعمة. كلمة النعمة أقصد إيه كلمة النعمة؟ المعاهدة الأولى كانت مبنية على مجهود الإنسان من غير مساندة من ربنا، عشان كده الإنسان فشل. إنما المعاهدة الثانية مبنية على مجهود الإنسان بس بمساندة من ربنا. المساندة من ربنا اسمها النعمة، ودي الآية اللي احنا كلنا بنصليها في صلاة باكر في إنجيل يوحنا: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صلى. زي مثلا أقول لكم إيه، فرضا أقول لواحد: يا ابني أنت لو شلت المنجلية دي وحركتها ونقلتها لبرة هتنجح. دي تعتبر الوصية. فيجي الولد الشاب يحاول يشيلها، يحركها، تقيلة ما يقدرش يشيلها، ما يقدرش يحركها، فيفشل، فيسقط، ما يخلصش. إنما أقول لو شلت دي هتخلص، بس أنا هجيب لك مساعدة، هجيب لك حاجة كده ترفعها معاك وتشيلها وتقطعها عليها وتجرها وتزقها، ففي مساعدة هتاخدها، فيقدر يشيلها ويخرجها بره ويقدر يخلص وينجح بيها. فدي الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، عشان احنا نقول احنا عايشين في عهد ايه؟ عهد النعمة. عايشين في عهد النعمة. قبل ما أخش بقى في تفسير النعمة وإزاي النعمة خلصت الإنسان، وأتكلم عن الآيات اللي قلتوها اللي هي من آمن واعتمد خالص ودم المسيح، كل الآيات اللي قلتوها دي، لأن كل ده يخش تحت النعمة. طيب ليه ربنا من الأول ما اداش النعمة للإنسان؟ ليه ساب الإنسان يجاهد 5500 سنة قبل ما يديله النعمة؟ ليه ربنا ما ابتداش على طول وقت موسى يدي الإنسان الوصية ويديله النعم؟ الشعب ما كانش مهيئ. يعني إيه ما كانش مهيئ؟ نعم؟ ما كانش لسه عارف مين هو ربنا. وإيه تاني؟ كان بيهيئهم يفهموا يعني كفارة يعني فصح إلى آخره. وإيه تاني؟ كان شعب عنيد وغليظ الرقبة. النعمة للعالم كله مش لشعب إسرائيل. ما كانوش هيصدقوا إن هم محتاجين نعمة. خلينا أقول لكم قصة في الكتاب المقدس دي هتشرح لكم أكتر ليه ربنا انتظر على الناس. قصة كلكم عارفينها اللي هي بتاعت صيد السمك الكتير. أنا أكيد عارفين القصة. تلاميذ قعدوا تعبوا طول الليل يصطادوا. ولما تعبوا طول الليل في صيد السمك وقالوا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. فجالهم ربنا يسوع المسيح على الصبح وقال لهم ادخل إلى العمق وإلقوا الشبك للصيد. فألقوا الشبك للصيد واصطادوا سمك كتير. لما اصطادوا سمك كتير، هل بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس يقدروا يقولوا احنا اصطادنا السمك ده بخبرتنا ومهارتنا كصيادين سمك؟ لا، لأن هم تعبوا طول الليل وما اصطادوش شيء. عشان كده بطرس لما اصطاد قال له اخرج يا رب من سفينتي انا رجل خاطئ. خليني اغير السيناريو بتاع المعجزه دي. تخيلوا اول ما بطرس ويعقوب ويوحنا طلعوا يصطادوا من طول من اول الليل، وفي اول لحظه وركبوا المركب في اول الليل، ربنا ظهر لهم وقال لهم ارموا الشبك للصيد، فرموا الشبك واصطادوا سمك كتير. تفتكروا كان بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا أدركوا أن دي معجزة وليست خبرتهم؟
ما كانوش أدركوا. كان قالوا إحنا شطرتنا، إحنا الناس بتعصيه، إيش فهموا ده الرجل المنذار، إيش فهموا. يبقى كان لازم هم يحاولوا بنفسهم لغاية لما يوصلوا لمرحلة الفشل اللي يقولوا فيها تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. وبعد كده يقولوا له يا رب على كلمتك نلقي الشبكة، وهنا يبتدوا يصطادوا، وهنا يعرفوا دي نعمة ربنا. دي ابتدت تفسر لنا ليه ربنا صبر على الناس 5000 سنة. ليه صبر على الناس 5000 سنة تفتكروا بقى دلوقتي؟ عشان عشان يعرفوا ان مجهودهم الشخصي يستحيل انهم يخلصوا. اعوزهم مجد الله محتاجين مخلص. انا مش هقدر اخلص نفسي. فيبقى ربنا لو جه ربنا من وقت ادم وادى النعمه كان الانسان في كبرياء يقول يا رب انا مش محتاج نعمتك في حاجه، انا يا رب كنت ممكن اخلص نفسي. مين قال ان انا ما كنتش اقدر احفظ الوصايا؟ انما ربنا ساب الناس سواء اللي عندهم ناموس الطبيعي او اللي عندهم ناموس موسى، قال لهم احفظوا الوصايا وريني شطارتكم تقدروا ولا ما تقدروش. فده اسباب فشل، مش قادرين يا رب خلاص اعوزنا مجد الله. ومن هنا ربنا بعت المخلص جاء يسوع المسيح بالنعمه والحق. طيب لو فهمنا الجزئيه دي، ما هي النعمه؟ ايه هي النعمه؟ وطب هل العهد القديم ما كانش فيه معونه من ربنا؟ طب احنا بنسمع على معونه من ربنا مع شمشون، نسمع على معونه من ربنا مع داود. يعني في نعمه ولا ما فيش نعمه؟ هل كان في عمل من ربنا في العهد القديم ولا ما كانش في عمل؟ ولا ربنا كان سايب الناس اللي وحدها كده خالص؟ تعريف النعمه هو الاتي: النعمه هي عطيه مجانيه. دي اول نقطه مهمه. يعني دي مش مكافاه. المكافاه يبقى انا عملت حاجه عشان استحقها، انما النعمه هي عطيه مجانيه تعطى ليس من اجل استحقاق الاخذ ولكن من اجل صلاح المعطي. تاني، النعمة دي عطية مجانية بتعطى مش لأن اللي بياخدها مستحق، لكن لأن اللي بيعطيها ده صالح وخير وإلى الأبد رحمته. يعني مثلا لو في عامل اشتغل فأنا اديته فلوس أو اديته أكل، دي ما سمهاش نعمة، ده مكافأة، ده أجر، هو اشتغل وبديله أجر. إنما لو في واحد هوملس ربما غير مستحق وأنا رحت اديت له أكل أو اديت له أي نوع من أنواع المساعدة، فأنا بديله ده مش لأنه مستحق، مش لأنه عمل يستحق هذا، ولكن بديله ده لأني اللي بيعطي هنا ده صالح وخير. فإحنا لازم نعرف إن ربنا النعمة اللي بيديها لنا يقول لك الله الذي هو غني في الرحمة، لأنه عشان المزمور الهوس الثاني نقول لأن إلى الأبد رحمته. ربنا اللي هو صالح وخير وإلى الأبد رحمته إدانا النعمة ليس لأننا مستحقين ولكن لأنه صالح وخير وإلى الأبد رحمته. طب إيه النعمة دي؟ النعمة هي عطية الروح القدس زي ما هشرح لكم دلوقتي. علشان كتير في صلواتنا نقول ارسل علينا نعمة روحك القدوس، ارسل علينا نعمة روحك القدوس. وحتى ربنا قال للتلاميذ قال لهم اوعوا تمشوا الى ان تلبسوا قوة من الاعالي لنعمة الروح القدس. اوعى تبتدي الخدمه لغايه لما
تاخذ نعمة الروح القدس وتلبسه. فلما أتكلم على النعمة يبقى أنا بتكلم على عطية الروح القدس لينا في العهد. طب العهد ما كانش فيه روح قدس؟ ما كانش مساعدة من ربنا؟ لا، كان فيه مساعدة من ربنا، بس في نقطتين أساسيتين فرق بين عمل الروح القدس في العهد القديم وعمل الروح القدس في العهد الجديد. الفرق الأولاني إن الروح القدس في العهد القديم كان بيعمل من الخارج، لأن إحنا ما كناش أواني مطهرة لاستقبال الروح القدس. أما في العهد الجديد أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، فهنا بيعمل من داخل الإنسان مش من خارج الإنسان. خلي بالك ناس كتير حافظة الآية غلط، يقولوا أنتم هياكل الله وروح الله، هي هيكل واحد، ربنا له هيكل واحد، جسد واحد، هي أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. الفرق الثاني إن الروح القدس لم يعمل عمل خلاصي في العهد القديم. يعني ممكن يساعد الواحد مثلا علشان يدبر الشعب، زي مثلا كان بيقود داود في قيادة الشعب، يساعد الإنسان في الحكمة زي ما أعطى سليمان الحكمة، إنما ما خلصش الإنسان من الخطية الأصلية، ما غفرلوش خطية. كان في وعد بالمغفرة بس ما كانش مغفرة، إلا لما في مغفرة كانوا راحوا الجحيم، كل الناس في العالم راحوا الجحيم لغاية المغفرة مثلا. فالروح القدس الفرق الثاني لم يعمل عمل خلاص مع الناس إلا بعد ما المسيح سفك دمه على الصليب، ومن استحقاقات سفك دم المسيح على الصليب بدأ الروح القدس يعمل معنا عمل خلاص. ماشي معانا دلوقتي ولا تهتم؟ لو حد عايز يسأل عشان إيه؟ أنا عارف موضوع دسم شوية بس كل شيء هنخش فكلكم متابعين معايا. الناموس الطبيعي والناموس موسى فشلوا في إيه؟ فشلوا في أربع حاجات. في أربع حاجات لا الناموس الطبيعي ولا ناموس موسى قدروا يحلوها، وعلشان كده ما قدرناش نخلص. أول حاجة الخطية الأصلية، زي ما بيقول المزمور وفي الخطية ولدتني أمي، وفي رومية 5 بيقول إذ في آدم قد أخطأ الجميع. الناموس الطبيعي لو طفل صغير بريء ما عملش ولا خطية، لو طفل صغير ما عملش ولا خطية ومات هو سن يوم. في العهد القديم راح الجحيم برضه وفضل موجود لغايه لما المسيح مات على الصليب. راح الجحيم ليه؟ عشان هو مولود بخطيه، الخطيه الاصليه، هو في الخطيه ولدت لهم. ما كانش في حاجه في ناموس موسى ولا في الناموس الطبيعي تخلص الانسان من الخطيه الاصليه. عشان كده حتى اللي ما ارتكبوش خطايا فعليه لم يخلصوا بالمعاهدة الأولى. فدي أول مشكلة. المشكلة الثانية حفظ الوصية. الوصية كانت صعبة، كانت تقيلة، ما كانش الإنسان يقدر ينفذها. فناموس موسى إداني عرفني الصح من الغلط، قال لي اعمل ده وما تعملش ده، إنما ما إدانيش القوة على إني أنفذ الصح. قال لي لا تقتل، إنما ما إدانيش القوة على إني ما أقتلش. قال لي لا تزني، لكن ما إدانيش القوة على إني ما أزنيش. عشان كده نلاقي ناس زي داوود النبي وشمشون وسليمان وقعوا في خطايا القتل والزنا، لأن الناموس عرفه بالصح بالغلط، إنما ما إدالهمش القوة على النصر على الخطيئة. دي المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة إني طب بعد ما الإنسان وقع في الخطيئة، لا ناموس موسى ولا الناموس الطبيعي إدى حل
لمغفرة الخطية. كان خلاص وانس ان الانسان عمل خطية ملهاش مغفرة. حتى الذبائح ما كانتش تغفر خطايا الانسان، زي ما بيقول الرسول في عبرانيين يقول ان دم يوسف وعقول مش معقوله يكفر عننا ويغفر لنا خطايانا، لما دي كلها رمز لذبيحه المسيح. والا لو كانت الذبائح تغفر الخطيه كان يبقى داود في الفردوس، لكن فضل داود في الجحيم لغايه يوم المسيح مات على الصليب. والمشكله الرابعه قضيه الموت، ان الانسان اجره الخطيه موت. فلما بقي خاطي وقع في الخطيه بقي محكوم عليه بالموت. لا ناموس موسى ولا ناموس الطبيعي ادوا حل لمشكله الموت وازاي ينتقل الانسان من الموت الى الحياه. يبقى دولت الاربع مشاكل الجوهريه: مشكله الخطيه الاصليه، مشكله حفظ الوصيه، مشكله مغفره الخطيه، ومشكله الموت والحياه. تعالوا نشوف النعمه، نعمه الروح القدس حلت الاربع مشاكل دول ازاي. اول حاجه الخطيه الاصليه، حلت المشكله دي ازاي نعمه ربنا؟ ربنا قال ان الانسان لابد انه يموت، اجره الخطيه موت، فانا مولود بالخطيه الاصليه، فيبقى انا لازم اموت علشان الخطيه دي تتغفر. بس اموت ولازم اتولد ولاده تانيه، اموت واتولد ولاده تانيه، فلما اتولد مره تانيه هتولد من غير الخطيه. نظريا احنا لا نؤمن بالريكارنيشن، لا نؤمن بهذا، بس خليني يعني مجرد اتكلم نظريا. يعني لو انا مت فانا برأت من خلاص دفعت من الخطيه الاصليه، وبعدين جيت اتولدت من جسد تاني من اب وام تانيين اللي هما عقيده الريكارنيشن، هل لما هتولد تاني هتولد بالخطيه ولا مش هتولد بالخطيه؟ هتولد بالخطيه برضه، يبقى ما حلتش المشكله. وده الحوار اللي حصل ما بين المسيح ونيقوديموس في يوحنا 3، لما قال له ان لم يولد الانسان مره اخرى لا يستطيع ان يعين ملكوت الله. فنيقوديموس ما فهمش، قال له يعني اموت واخش بطن امي تاني واتولد؟ فربنا قال له لا، حتى لو عملت كده مش هينفع، لان المولود من جسد جسد هو. يعني ايه المولود من جسد؟ المولود من جسد جسد هو، يعني مولود بالخطيه الاصليه جسداني. فيبقى انا لازم اموت بس اتولد ولاده تانيه مش من الجسد، اتولد ولاده تانيه من الروح. فلما اموت واتولد ولاده تانيه من الروح هتولد من غير الخطيه الاصليه، بطريقه ارخص من الخطيه الاصليه. عشان كده ربنا قال تعالى العالم اتخلق ازاي؟ كان روح الله يرفع على وجه المياه، قال فنعمة الروح القدس، يجي روح القدس يرفع على الميه، ويجي الانسان ينزل جوه الميه دي يموت يندفن مع المسيح ويقوم. فلما يقوم يبقى قام مولود من الروح، مولود من الروح ما عندوش الخطيه الاصليه، يبقى كده اتغفرت الخطيه الاصليه. وده كان جابت المسيح على نيقوديموس، ان لم يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات. وتبقى مشكله الخطيه الاصليه اتحلت بالمعموديه، البلاد التانيه، مش كده بنسميه بلاد تانيه؟ البلاد الاولاني من الجسد، اما البلاد التاني هو من الروح، ولان المولود بلاد من الروح علشان كده يبقى انا خلصت من الخطيه الاصليه. مهم جدا ان الطفل الصغير يجيبه لعمته، لان انا لو سبته لغايه لما يبقى 15 سنه فانا سايبه
بالخطية الأصلية سايبه جسداني، سايب الفساد بيعمل فيه لغاية سن 15 سنة. لكن لما أجيبه هو طفل صغير كم يوم، 40 يوم، 80 يوم، أنا كده بقول له الخطية اللي أنت اتولدت بيها أنت بتموت مع المسيح وبتندفن وبتتولد ولادة جديدة. فأنت خرجت دلوقتي من مية المعمودية مولود ولادة جديدة، بقيت ابن الله، بقيت ابن الله. أبونا في الوصية بعد ما يعبد الأطفال يقول لهم كده: اليوم الذي ولدوا فيه كانوا من العبيد وليس من الأحرار، كان عبد الخطية، أما اليوم فأنه قد صار فائزا من كل الأشرار، مبقاش السلطان الشيطان والسلطان. يبقى نعمة الروح القدس حلت المشكلة الأولى اللي هي الخطية الأصلية اللي ما كانش فيها حل في العهد القديم. معايا دلوقتي؟ تمام؟ ده مظبوط، ده مظبوط، استنى 15 سنة ده بيبقى قراره، ده مظبوط. اللي بس احنا هنمشي باللوجيك ده، يبقى ما توديش ولادك المدرسة بدات لما يبقوا سن 15 سنة وياخدوا قرارهم، ما تديهمش تطعيمات لغاية لما يبقوا سنهم 15 سنة ويبقى ده قرارهم وياخدوا الفاكسينيشن، ما تديهمش عايز ياخدوا الفاكسينيشن، ما إلى آخره، ما تدوش دواء. لكن أنت كأب، الابن لا يستطيع أن يأخذ القرار في مصلحته، فأنا كأب أو كأم باخذ قرارات في مصلحة الولاد دي، وبعد كده هو لما يكبر من حقه يرفض القرار اللي أنا خدته، من حقه هو يرفض التعليم، يقول لك خلاص مش عايز أتعلم هسيب المدرسة، يقول لك لا مش عايز الكنيسة هسيب الكنيسة، ما تبقاش ده يحصل يعني. فاللي أنا عايز أقوله، زي ما إحنا بناخد لهم قرارات في حاجات أخرى كتيرة في حياتهم، المفروض ناخدهم قرار بخصوص حياتهم الابديه، وده لا يلغي حريتهم الشخصيه، لان لما بيكبر ما زال عنده الحريه الشخصيه انه يقبل او يرفض. هل في اي حاجه تقول؟ طبعا، اولا اذا بتقول الختان رمز المعموديه، والختان ده كان بيمارس في اليوم الثامن، وكان بيخش في عهد مع ربنا، وبولس الرسول اتكلم على علاقه الختان بالمعموديه. حاجة تانية في أعمال إصحاح 2 يوم البنتيكوست يوم حلول الروح القدس، سألوا بطرس وقالوا له ماذا نفعل؟ قال لهم اعتمدوا التوب وليعتمد كل واحد منكم لمغفرة الخطايا، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم. الموعد لكم ولأولادكم. حاجة تالتة في قصة ليبيا بعت الأقوال وسجل في ليبيا، يقول لك اعتمد وكل الذين معه أيضا. حاجة الرابعة إن مفيش آية في الكتاب المقدس ضد معمودية الأطفال. يعني هم يقولون لها كآية تثبت معمودية الأطفال، بجيب لها كلمة آية، لكن مفيش آية في الكتاب المقدس تقول إن الأطفال ما يتعبدوش. بالعكس، لما منعوا الأطفال من المسيح لهم دعوا أولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء من كنت سماهم. ولو أنا فاهم إن المعمودية دي شرط، يعني من غيرها دي نعمة، من غيرها أنا أخلص، ليه أمنع هذه النعمة عن الأطفال الأبرياء؟ ليه أنا أخذ قرار ليهم وأمنع عنهم النعمة في حين المسيح قال دع الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم؟ أولا الأطفال لهم إيمان، يعني ترى بنجيب لو جبنا أي حق عيل أو عيل صغير من بيت سألته ما رد، عشان لو حد يقولك يعني في الحوار ترد عليه. الأطفال لهم إيمان، يعني أنا لو جبت أي عيل من عيل صغيرين دول وقلت له مين بابا يسوع، بقولك ربنا، أش إيمانهم أسهل من إيماننا. لما نقول له إن العذراء ولدت المسيح من غير جواز يصدق كبير يقرب. فالأطفال لهم إيمان، إيمان ببساطة بيؤمنوا بالحاجات دي. الحاجة الثانية اللي بالنسبة بقى للأطفال الصغيرين هم أيام، هنا على إيمان والديه، وإحنا شفنا إن ربنا تعامل كتير على إيمان الآخرين.
يعني لما الأربعة مسكوا المفروج، فهنا سيدنا المسيح قال لما رأى إيمانهم قال للمفروج، مش لما رأى إيمانهم. لما أي أب كان بيطلب المسيح شفاء ابنه، فكان المسيح يشفي ابنه، ما كانش يطلب إيمان الابن ولا العبد. يعني في قائد المئة لما قال له ابن مريض ولا بنت مريضة، فالمسيح شفى بناء على العقل اللي هو كان عنده عقل عيان، شفى بناء على إيمان. فيبقى هنا المسيح يقبل إيمان الآخر في حالة لو كان الإنسان يعجز إن هو يعبر عن إيمانه ده. فالطفل الصغير لما يعجز إن يعبر عن إيمانه، فعلشان كده إيمان الوالدين هنا بيبقى مهم. زائد إحنا لما يكبر لو هو رفض الإيمان، كان حق الله يعمل كده، ما حدش هيقدر. يبقى حلينا المشكلة الأولى. نيجي بقى للمشكلة الثانية اللي هي الوصية، الوصية الثقيلة اللي ما أنا مش قادر أحركها. جه ربنا اداني نعمة الروح القدس. إن الروح القدس بيعمل إيه؟ تلاوة في الإنجليزي يسموه ذا هيلبر، يعني هيلبس اللي بيساعدني بيعاوني. فالروح القدس يبكت الإنسان على الخطية ويحسه على عمل التوبة ويرشده ويذكره ويقدسه ويقويه ويعزيه في الجهاد. لما يكون الجهاد يكون صعب الروح القدس يعزيني في الجهاد. فربنا ما سبنيش من غير معونة، إنما الإنسان فعلا الممتلئ بالروح القدس تلاقي لما يجي في خطية تحاربه الروح القدس يقول خلي بالك. عشان كده ربنا قال هو يرشدكم ويذكركم بكل ما قلته لكم. ويجي الروح القدس يبكت الإنسان على خطية. وبعدين لو أنا بجاهد وحاسس إن الحرب تقيلة الروح القدس يعزيني، مش كده سماه المعزي، ويقدس الإنسان. ده اللي خلى القديس يوحنا يقول ونحن نعلم أن وصاياه ليست ثقيلة. ليه أكشن وصية تقيلة؟ لكن ليه الوصية مش تقيلة؟ لأن معايا النهاردة الروح القدس. وده اللي خلى المسيح يرفع مستوى الوصية. يعني في العهد القديم قال لهم سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، ومع ذلك ما يدوش حبوا الأقرباء حد. نلاقي الأخ قتل أخوه زي أبشالوم وأمنون مثلا، أو زي قليل وهابيل. إنما في العهد الجديد لما ربنا قال لنا حبوا أعدائكم، طب إزاي يا رب؟ أنت بقى معاك النعمة، فأنت هتقدر تعمل أعلى من العهد القديم. شوف رسول الله يقول لا تقم لهم هذه الخطية. في العهد القديم كان آخر الإنسان لا تزني، إنما في العهد الجديد ربنا ارتفع بالوصية قال لا أنت تقدر تعمل أحسن من كده. أنت حتى النظر الشريرة تبتعد عنها، من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه، لأن أنت معك نعمة الروح القدس. فده خلى أن الوصية ترتفع. ليه ارتفعت؟ لأن أنا معايا نعمة. أنا النهاردة ربما لو قلت الوالد يحرك المنجلية دي لوحده ما أقدرش أديله أكتر من كده، لكن لو جبت معاه 10 يقدروا يساعدوه أقول له حرك المنجليتين والدكك، لأن معاه نعمة، معاه ناس بيساعدوه. مش كده؟ لأن ربنا ادانا النعمة في العهد القديم، في العهد الجديد فمستوى الوصية ارتفع. خدنا النعمة دي في ازاي؟ لأن كلنا في سر المليون في سر التسبيح سكن فينا روح القدس. فبقى روح القدس موجود جوايا، روح القدس بيقدسني ويثبتني ويطهرني ويرشدني ويبكتني ويعزيني. فابتدت الوصية تبقى سهلة للإنسان. شفنا ناس كتيرة في العهد الجديد قديسين ارتفعوا إلى درجات عالية جدا جدا في الفضيلة، زي ما كل الكنيسة لما تقرنا السنكسار بتحط لنا سير القديسين اللي وصلوا درجات عالية في الفضيلة بنعمة الروح القدس. يجي بقى المشكلة الثالثة. يبقى المشكلة الأولى اتحلت بالمعمودية، المشكلة الثانية اتحلت بالميروم. يجي المشكلة الثالثة.
طيب بالرغم أنا معايا نعمة الروح القدس كلنا بنخطئ، بالرغم نظريا مش مفروض حد فينا يخطئ لأن المولود من الله لا يخطئ، لكن إحنا برضو الإنسان العظيم موجود فينا فقد ضعف وبنغلط. اللي بيغلط في العهد القديم خلاص بيخاطر مفيش مغفرة، إنما في العهد الجديد ربنا قال لا، أنا هفتح لكم حساب مغفرة، كل ما تخطي روح وأطلب مغفرة من الحساب ده، وهحط لك في الحساب ده مغفرة تكفي لكل الخطايا في كل أيام حياتك، يعني مغفرة لا نهائية لكل خطايا الإنسان. تخيل أنا لو جيت فتحت لك حساب وقلت لك أنا حط في الحساب ده فلوس بالنسبة لك، فلوس تكفي كل احتياجاتك بقية أيام حياتك، الحساب باسمك، بس انت عشان تصرف من الفلوس لازم تروح البنك، وعشان تصرف من البنك لازم حاجتين يحصل. الحاجه الاولى ان يتحققوا من شخصيتك، والحاجه الثانيه يقول لك انت عايز كام، برغم ان دي فلوسك لازم تحقق من شخصيتك، وبعد كده يقول لك عايز كام. طب افرض انت عايز 4000 دولار وجيت طلبت 2000، هتاخد كام؟ هتاخد 2000 برغم انت عايز 4 بس انت ما قلتش. نفس الكلام ده في بنك المغفره، ربنا حط تيلرز، تيلرز اللي هم الكهنه، الحساب بتاعك، بس دول مسؤولين عن تحقيق الشخصيه وشوف كنت عايز ايه. فلما تيجي بتحقق من شخصيتك، ايه الشخصيه اللي عايز تحقق منها؟ هل انت ابن الله؟ هل انت ملك المسيح ملك وفاد ومخلص؟ هل انت متعبد في الكنيسه؟ لان الحساب ده اتفتح للابن المسيح، كل الذين قبلوه اعطاه سلطانا ان يصيروا ابناء الله. اي واحد يقبل المسيح، المسيح يفتح له حساب مغفره، لكن اللي رفض المسيح مش هيفتح له حساب مغفره. فاللي يقبل المسيح ويقبل النعم ويقبل المعمودية ويقبل الميرون اتفتح له الحساب. فيجي الإنسان أبونا يتحقق من شخصيته، وبعدين يقول أنت عايز قد إيه مغفرة؟ عايز قد إيه مغفرة؟ لو أنا عايز مغفرة عشان أنا كذبت، وعايز مغفرة عشان شتمت، بس ما رضيتش أقول أنا عايز مغفرة للسرقة اللي أنا سرقتها لأن أنا مكسوف، فأنا هخرج أخذت مغفرة عن الكذب وأخذت مغفرة عن الشتيمة، بس مش هاخد مغفرة عن السرقة بيزك إن أنا ما طلبتهاش. زي اللي كان عايز 4000 دولار ولكن طلب 2000 فخد 2000. ده اللي بنسميه سر الاعتراف. سر الاعتراف هي عبارة إن أنا بقول له يا رب أنا جاي بطلب المغفرة، أنا غلطت، أنا كذبت وشتمت وسرقت، وأنا عارف يا رب إنك أنت حبيتني ولأنك حبيتني فتحت لي حساب مغفرة، فأنا جاي بقول لك يا رب أنا ندمان على اللي أنا عملته، وأنا تايب، وأنا بقر قصادك بخطئي، وجاي بطلب منك إنك تعطيني مغفرة لكذبي ولشتمتي وسرقتي. هاخد المغفرة، وأبونا هيقول الله يحلك ويقرأ للتحليل، وهخرج مبرر خطيئة الغفر. لو أنا ما عملتش كده مش هاخد مغفرة، بيزكي إن ما طلبتش. مش كده ربنا قال للكاشيرز اللي هو شغالهم بمكانة لهم مرة غفرت الله وخطير غفر، يعني ده هنا زي التعيين، لما ليك الكاشير بيتعين خلاص عنده أثورتي إنه يصرف لك فلوس، فهنا ربنا بيعينهم إداهم الأثورتي إنهم يصرفوا لك المغفرة دي. وبالطريقة دي ما بقتش مشكلة، حتى لو وقعت في خطية في العهد القديم، لو وقعت في خطية خلاص الخطية لازقة فيا ملهاش حل، هاش مغفرة. لما في العهد الجديد لو وقعت في خطية مش نهاية الدنيا، مش نهاية المطاف، أجي وأطلب مغفرة، أجي وأقول له يا رب أنا عايز مغفرة لكذبي وشتمتي وحلفاني وسرقتي وزناية، هاخد مغفرة، وأخد مغفرة مجانية على طول، ربنا بيحبني
هو مات على الصليب عشان يديني المغفرة، بس لازم أجي وأطلبها. يبقى المشكلة التالتة حددها لي سر الاعتراف والتوبة. لما أروح وأعترف وقت التوبة طبعا. الاعتراف له فوائد كتيره. ليه ربنا ما خلاش ربنا مباشره؟ ليه قال لنا نروح للكاشير بتاعه والكاهن بتاعه؟ اكتر من حاجه. اول حاجه اني لما بتكلم مع انسان زي شايفني وهو بيهوب لي اكاونت يعني بيتابعني، ده بيساعد الانسان في التخلص على الخطيه. يعني حتى لو خرجنا مره بعيد عن سر الاعتراف، وجدوا ان احسن حاجه مثلا علاج الادمان السبورت جروب. ليه؟ لما انا بروح مثلا زي في القى الانونيمس اقول لهم انا ممكن القى وبحضر وهم بيهوب لي اكونتبل اقدر اتخلص. فقبل ما يكتشفوها في القرن العشرين ان السبورت جروب دي تساعد الانسان يتخلص من العادات الرديئه، ربنا حطها لي في القرن الاول من خلال اب كاهن هوب لي اكونتبل زي سبورت جروب يقدر يساعد في الخطيه. حاجه ثانيه اني انا ممكن اقول لربنا انا زنيت وقتلت وسرقت وما بقاش في الخجل، انما لما بروح عند اب كاهن عنصر الخجل ده مهم وبيساعد الانسان يفكر مليون مره قبل ما يقع في الخطيه. حاجه ثالثه ان ابونا هيصليني واثنين خير من واحد زي ما الكتاب بيقول، وهيحط اسمي على المسبح وهيساعدني في التوبه بتاعتي. حاجه الرابعه ان ابونا مش بس هيغفر لي الخطيه بالسلطان اللي واخده من الروح القدس، انما بيديني تدريب روحي وبيديني نصائح ودي بتساعدني في النصره على الخطيه. فيبقى هنا من اجل كل الفوائد دي ربنا حط النظام ده لمصلحتي، مش علشان يحرجني ولا يكسفني. انما ربنا عارف ان لو انا رحت له مباشره مش هستفيد زي ما انا بروح لاب جاهد انسان هم بيأكدوا يصلي من اجلي يتابعني روحيا يدينا نصيحه ويرشدني في طريق الجهاد. عشان كده ربنا حط النظام ده. زي ما بقول لك حتى بعيد عن سر الاعتراف تلاقي النهارده في علاج الادمان السبورت جروب دي نمره واحد. كان ناس مستطيل هم اللي يعملوا سر الاعتراف ابتدوا يعملوا حاجه اسمها accountability groups. ايه الاكونتابيلتي جروب؟ واحد يقول مثلا ايه يروح يقعد مع مجموعه ويقول لهم انا عندي مشكله ان انا غضوب كتير بغضب كتير قوي وبتنرفز وبكسر الدنيا وبضرب مراتي وبعمل كذا كذا. فهم الجروب ده يهم هم اكونتبل ان لا ما يعملش كده ويساعدوه ويجي المره الجايه يشوفوه عمل ايه ولا ما عملش ايه. هي نفس فكره الاعتراف بس هم بيضعفوها لان بياخدوا منها عمل الروح القدس وعمل السر. يعملوها على مجرد ان الجروب قاعد مع بعض ويسبورت. انما الاعتراف اقوى لان بالاضافه لانه سبورت جروب واكونتابيلتي جروب انما في عمل الروح القدس كسر اللي بيعمل في سر الاعتراف. نيجي لاخر المشكله اللي هي مشكله الموت. انا طالما عملت خطيه بقى عليا حكم موت. طب اعمل ايه؟ معقول بقى كل ما اعمل خطيه اجي اتعمد تاني واموت واقوم؟ وبعدين ما ينفعش لان اتولدت من الروح مره، مفيش واحد بيتولد اكتر من مره. فتتحل زي مشكله الموت. لو انت سايق عربيتك والبطاريه بتاعتك ماتت هتعمل ايه؟ هتوقف واحد مع عربيه تانيه تقول له اديني جنب. جنب عباره عنك ايه؟ بتجيب بطاريه قويه فيها حياه وتوصلها بالبطاريه الميته، فتنتقل الحياه من البطاريه الحيه دي الى البطاريه الميته، وانس انتقلت الحياه اليها بتعيش. نفس الكلام ربنا قال لنا انا هعمل جنب، هسيب لكم جسدي على المسبح. وابونا في الاعتراف يقول اؤمن ان هو الجسد الحي ولا المحيي؟ المحيي. ايه الفرق بين الحي والمحيي؟ الحي هو حي، انما المحيي هو حي ويعطي حياه. لايف جيفنج فليش الجسد. فباجي في التناول
بتحد انا ميت خلاص، انا عملت خطيه بقيت ميت، فباجي في التناول بتحد بجسد المسيح المحيي، فتنتقل الحياه زي حكايه البطاريه دي، تنتقل الحياه من جسد المسيح الحي لي. عشان كده ربنا قال من ياكلني يحيا لي، من ياكلني يحيا لي. يبقى انا لما باكل جسد المسيح احيا. طب في مشكله هنا، بولس الرسول مره قال لنا ممكن واحد يتناول ويموت في كرونسيس الاولى 11، قال ان اللي بياكل جسد المسيح بدون استحقاق يكون مجرما. قال لذلك فيكم مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون، يعني يموتوا. طب ازاي انا بتحد بجسد حي والجسد المحيي ده يموتني بدل ما يحييني؟ اقول لكم انا قعدت افكر فيها خليت لها تشبيه لذيذ كده. تعرفين الفولت هنا في امريكا 110 وفي مصر 220، كل الاجهزه دلوقتي بتعمل 110 110، لكن افترض تراك تليفون بيتشحن ب 110 فولت بس ما بتشحنش 110، وسافرت مصر والتليفون بتاعك مات فانت عايز تشحن عايز تنقل له حياه، فرحت حطيته في الفولت اللي هو 220، هيحصل له ايه؟ هيتدمر مش هيحن. كميه الحياه اللي داخله فيه الكهرباء اللي داخله فيه قويه جدا هتدمر. علشان كده انت محتاج تجيب ايه؟ ترانسفورمر بيحطهم على نفس المستوى. فلما تحط ترانسفورمر تنتقل الحياه والبطاريه تعيش. علشان كده لو انا خاطئ ومش تايب، ده عدم الاستحقاق وعدم التوبه، واجي اخد جسد المسيح هتخش الحياة دي هتموتك مش هتديني الحياة، زي ما الكهرباء الكبيرة دي موتت التليفون. أكشن محتاج ترانسفورمر، وده كلام بولس الرسول في رومية 12 لما قال بي ترانسفورم، نفس التعبير بي ترانسفورم باي ذا رينيوال اوف يور مايند. ترانسفورم الشكل اللي هو فورم، ترانس يتغير، قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ما هو تجديد الذهن؟ تجديد باليوناني ميتا، ذهن نوس، فتجديد الذهن ميتا نويا بطانيا اللي هي التوبة. يبقى ايه الترانسفورمر اللي انا عايزه؟ التوبة. التوبة هي الترانسفورمر. التوبة دي بتخليني يعني انا كده وجسد المسيح كده، بالتوبة بتخليني على نفس المستوى. فلما اخد جسد المسيح يديني حياة ما يديليش موت. وبالطريقة دي النعمة، نعمة الروح القدس حلت لي الأربع مشاكل اللي عجز الناموس موسى والناموس الطبيعي إن يحلهم. إدتني أول حاجة الولادة الجديدة والخطية الأصلية مغفرتها من خلال المعمودية، إدانا القوة على حفظ الوصية من خلال الميرون وعمل الروح القدس، إداني مغفرة الخطية من خلال سر التوبة والاعتراف، وإداني الحياة من خلال سر التناول. لو فهمنا الجزء ده نقدر نفهم بقى الجزء اللي أنا قريته في الأول خالص من عبرانيين 8 لما بيقول فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب. إيه العيب اللي كان اللي موجود في الناموس الأولاني؟ إن ما حلليش الأربع مشاكل دول، فلما طلب موضع للتاني لعهد تاني، لأنه يقول لهم لائما، ربنا بيلومهم، هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت يهوذا وبيت إسرائيل عهدا جديدا، لك العهد الذي عملت معه مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم ليخرجوا من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا عهد ما قدروش يحفظوا الوصية بتاعتي وأنا أهملتهم يقول الرب. طب إيه بنود العهد الجديد؟ قال أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم. ما يمكن حد يقول لي طب هو في العهد القديم داود قال يا رب انا خطأت كلامك في قلبي، طب ايه الفرق بين هنا بيقول اجعل ناموسي في اذانهم، طب هم كانوا حافظينه. بس في فرق كبير. ربنا لما ادهم الوصيه ادهم على ايه؟
لو الوصية مكتوبة على لوحي الحجر. ليه دايما لوحي الحجر؟ عشان عايز يقول لهم ان قلبكم زي ايه؟ زي الحجر. قلب قاسي مش قلب لحمي. في حزقيال يقول ان في العهد الجديد هنزع منكم القلب الحجر واديكم قلب لحمي. لو تروحوا لكرونسوس الثانية كرونسوس كرونسوس الثانية أصح 3 عدد 3 كرونسوس الثانية أصح 3 عدد 3 يقول ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة من مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لنعمة الروح القدس لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. يبقى هنا عايز يقول لنا إن في العهد القديم كان الناموس مكتوب في قلب الناس بس عشان قلبهم حجري كسر الناموس. إنما في العهد الجديد نعمة الروح القدس هتحول القلب الحجري لقلب لحمي. فلما تحول القلب الحجري لقلب لحمي لما يخش وسيط ربنا تستقر جوه القلب الإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ لو أنت عندك حتة حجر هنا حجر وبعد كده كلمة ربنا زي السهم مش بكل يقولك أمضى من كل سهم زي حدين أو سيب زي حدين لا يقولك سبعيات كلمة ربنا زي السهم يعني. فأنت لو رميت سيف ولا سهم على حتة حجر إيه اللي هيحصل للسيف ولا السهم؟ هتكسر. طب لو في حتة لحم ورميت سيف ولا سهم عليه إيه اللي هيحصل؟ هتخترقه. لما يكون قلبك الحجر ويخترق السيف قلبي هتكسر السيف وسيط ربنا تتكسر. إنما لو يكون قلبك اللحم ويجي السيف كلمة ربنا يخترق قلبي يقولك فلما سمعوا نخزوا في قلوبهم لأن قلبهم لحمي مش قلب حجر. ودي تشرح لي قضية الطلاق لما ربنا قال للتلاميذ من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يزني. فالتلاميذ سألوا قالوا له يا رب ما موسى إداهم كتاب طلاق. فقال لهم من أجل قساوة قلوبهم من أجل قساوة قلوبهم من عايز قلوبهم لأن قلبهم إيه؟ قلب حجري قلب قاسي. في ناس النهارده بتحاول تأرجيو بتقول ما ربنا قال موسى اداهم كتاب طلاق بسبب قساوة القلب. طب النهارده لما يكون واحد قلبه قاسي ما نديله طلاق زي ما موسى عمل. الحقيقه في فرق كبير ان قساوة القلب في العهد القديم كانت اجباريه لانه ما كانش في نعمه. انما قساوة القلب في العهد الجديد اختياريه. انا بختار ان قلبي يبقى قاسي برفض نعمه ربنا. لكن لو قبلت نعمة ربنا قلبي مش هيبقى قاسي. اختبار بالفرق. يعني في العهد القديم الناس ما عندهاش نعمة. فكل الناس قلبها قاسي. هو ما عندوش اختيار. إنما في العهد الجديد لو واحد قلبه قاسي هو اللي رفض نعمة ربنا. هو اللي رفض نعمة عشان كده قلبه قاسي. مش لأن ربنا مش عايز يخلي قلبه لحم. المشكلة الثانية أو البند الثاني في آية 11 عبرانيين 8 11 يقول ولا يعلمون كل أحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا أعرف الرب لأن جميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. طب احنا بنعلم دلوقتي يبقى اللي بنعمله احنا غلط. طب ما بولس الرسول لما كتب الرسالة دي كان بيعلمني يبقى ده غلط. ايه ولا يعلمون كل واحد قريبه؟ خلينا نشرح الحمد لله فرق بين العهد القديم والعهد الجديد. في حاجة مهمة ودي برضو البروتستانت أحيانا مش فاهمينها بيناقشوها معانا. يقول لك إن الكتاب بيقول مفيش وسيط بين الإنسان والله خالص. أنت ليه بتحط وسيط؟ ليه بتحط الكاهن كوسيط؟ الحقيقة دور الكاهن في العهد القديم يختلف عن دوره في العهد الجديد. خد التشبيه أنا هفترض يعني عايش بجيه مع الفرد هفترض
إن ده ربنا وده أنا. في العهد القديم الكاهن دوره كده، هو وسيط بين الله والإنسان. يعني ده ما يقدرش يوصل لده غير عن طريق الكاهن أو عن طريق النبي، ما يقدرش. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء لابد اللي كان فيه وسيط. إنما في العهد الجديد ودي المقصود بها ولا يعلمون، كل واحد قريب وقريب يعرف ربنا، كل ما هيتعلموا منه من صغيرهم من كبيرهم، الوسيط تختفى. فبقت علاقتنا بربنا كده، مفيش، أنا مش محتاج وسيط، مش محتاج كاهن، مش محتاج نبي، لأن علاقتي مع ربنا كده. خد بالك دي المقصود بها ولا يعلم كل واحد قريبه ولا كل واحد أخاه يعرف ربنا. طيب ومن إيه دور الكاهن هنا؟ زي ما قلت لكم، لو انا فضلت لازق في ربنا كده طول حياتي يبقى انا مش محتاج حد. بس مين فينا قاعد لازق في ربنا كده؟ ولا واحد. كلنا بنعمل خطيئه. في حد ما بيعملش خطيئه؟ كلنا بنعمل خطيئه. فانا لما باجي بعمل خطيئه، الخطيئه تفصلني عن ربنا. فلما بعمل خطيئه بنفصل عن ربنا، فبرجع بقى كده. يجي دور الكاهن يعمل ايه؟ كان في العهد القديم كان عشان يريكونكت مع ربنا يروح واقف بيني وبين ربنا. انما بيجي في العهد الجديد يروح الكاهن يجي ويروح يريكونكت مع ربنا من خلال اسرار الكنيسه، من خلال التعليم. يبقى نظريا لو مفيش حد فينا بيخطئ خالص خالص، ما انا مش محتاج حد يعلمني. لكن ما زلنا بنخطئ، ولان احنا ما زلنا بنخطئ عشان انا محتاج اللي يعلمني ويوحدني تاني مع ربنا لما نفصل عنه بالخطيئه. بس لما بيوحدني بيوحدني كده، ما بيوحدنيش بالطريقه دي مع ربنا. يبقى كان في العهد القديم هو وسيط، انما في العهد الجديد هو مش وسيط. هو كل ما انا بفك من ربنا بيجي روح راجع تاني وموصلني مع ربنا من خلال التعليم ومن خلال التوبه والاعتراف والتناول ومن خلال الاسرار الكنيسه. وده يعني عشان بولس كان بيعلم، ولا مش محتاجين تعليم، كان بولس علمهم. طب وبرغم هو بيقول ولا يعلمهم، لكن لان الناس بتبعد عن ربنا يا رب، لان دول كانوا هيرتدوا، فعشان بولس الرسول ابتدى توريكم النكت ذنب وصدار اجيال. اتفضل. خلاص، بس مين فينا ما احنا كل يوم بنخطئ الى ان اخطئ؟ بس مين فينا ما احنا بنخطئ كل يوم؟ مين فينا بيقعد يوم من غير كلنا بنخطئ كل يوم. لكن نظريا يعني الانسان عشان بعض الاباء بس دول فيري اكسبشن، زي مثلا اما بولا مثلا قعد سنوات قعد في مغاره متوحد. بس ازاي قعد في مغاره متوحد؟ مفيش حد كان بيعلمه، مفيش حد معاه. دول الناس فيري اكسبشن قدروا يعيشوا حياه قداسه. لكن احنا كنا بنخطئ كل يوم، مش كده؟ محتاج اب كاهن يتريكونكت مين باستمرار، وابونا نفسه بيخطئ، فمحتاج اب كاهن اعترف تريكونكت هيم وذ ربنا، والاسقف بيخطئ محتاج حد تريكونكت هيم مع ربنا، وهكذا. طب ايه هو وضع بقى اللي يقدر عمل خطيه ورجع تاني وياخد ربنا ويروح الصحراء ويعتكف وهو وربنا وبس؟ بس لو عاش هيبقى زي عايز لما بولها بالصباح لو قدر يعمل كده كويس. يجي بقى البند الثالث والاخير. نعم؟ اتفضل. هو مصدر، بس راح تتعلمنا عن طريق إما عن طريق قلبه مباشرة، إما عن طريق كتاب المقدس، إما عن طريق أباء الكنيسة، إما عن طريق معلم الكنيسة الكبار اللي هم الأباء تعطوا النبول. دي تشنت، يعني هو زي ما تقول مية نازلة بس تجري في قنوات وتعدل، لكن هو نفس السورس. هو قلنا لما يكلمنا بإيه؟
بروح القدس. اخر حاجه بسرعه عشان عرفت قلت عليكم، يقول لاني اكون صفوحا عن اثامهم والاذكر خطاياهم وتعاديهم في بعض. انا شرحتها لكم دي، العهد القديم ما كانش فيه مغفره، كان فيه وعد بالمغفره. يعني لما نسان قال لداود قال له مغفوره لك خطاياك او نقل عنك خطيتك، ده كان وعد بالمغفره ما كانش مغفره. مش كده داود لما راح الكهين وفضل في الكهين لغايه لما المغفره تمت يوم الصليب، زي ما كتب لك شيك وقال لك شيك ده ما تصفوش غير سنه 2017. انت معاك الشيك بس الشيك ما تقدرش تستخدمه لغايه سنه 2017. فنفس الكلام، خد وعد من المغفره، هذا الوعد تحقق بميلاد المسيح. فإذ قال جديدا، العهد الجديد عطق الاول بالعهد، المعاهده القديمه اللي مبنيه على مجهودي انا فقط مش مبنيه على النعمه بقت عتيقه. عطق يعني بقت عتيقه، بقت قديمه. واما ما عتق وشاخ، الحاجه اللي بقت عتيقه وقديمه فهو قريب من الاضمحلال. فيش خلاص النهارده مبني على العهد العتيق، ولكن خلاص مبني على نعمه المسيح المعطيه لنا من خلال المسيح. ده بقى يرجعني تاني للميلاد. عشان كده ميلاد المسيح بنقطه فاصله في التاريخ ما بين عهدين، عهد ما فيش نعمه وعهد في نعمه. عهد النهارده بقى الخلاص ممكن، عهد كان الخلاص مستحيل قبل ميلاد المسيح، وانما هنا الخلاص ممكن. زمان، خليني اختم بالجمله دي، زمان ربنا يقول لك انت خاطئ، أدى الوصية برر نفسه، محدش قدر يبرر نفسه. في العهد الجديد الستارتنج بوينت مش انت خاطئ، انت بار. اول ما بيتعامل الطفل وبيلبس الثياب البيضاء ده علم انت بار. فالستارتنج بوينت في العهد القديم انت خاطئ برر نفسك، أدى الوصية، محدش قدر يبرر نفسه. في العهد الجديد الستارتنج بوينت بعد المعمودية انت بار، عشان كده تلبس الملابس البيضاء، حافظ على البر ده. لو ثيابك اتسخت اغسلها في دم المسيح، اغسلها في سر التوبه والاعتراف. حافظ، هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم او غسلوا ثيابهم في دم الخروف. يعني الثياب بيضاء اللي احنا خدناها في المعموديه، النهارده ترى ثيابنا البيضاء شكلها ايه؟ الانسان اللي بيجاهد وبيعترف وبيتناول ثيابه اللحظه دي بيضاء، لما الإنسان ما بيجهدش وما بيعترفش وما بيتناولش ثيابه اتسخت. ومع ذلك في فرصة، لو لسه الثياب ملتسخة احنا في عهد النعمة، قدم توبة، اعترف، اتناول، هتغسل ثيابك مرة تانية وتبقى اغسلني في أبيض أكثر من السلف. هو ده عهد النعمة. عشان كده ميلاد المسيح هو سبب تجديد للبشرية، لأن احنا عايشين في عهد النعمة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. حد عنده أي تعليق؟ أنا عارف يمكن يعني تقيلة شوية المحاضرة، بس أهلا كل فيك. سيد، أنا عندي سؤال. عدل ربنا ورحمة ربنا بين العهد القديم والعهد الجديد. يعني أنا دلوقتي لو عشت ثبتت في الأمان في الإيمان وحياة التوبة هدخل في الجنة. طب لو أنا نفسي كنت اتولدت 1000 سنة قبل المسيح. ما هو بالخلاص ربنا خلص في العهد القديم.